يا جماعه ده شكل الفستان خالص لما عملته. بصوا الطريقه سهله وبسيطه قوي، شايفه ازاي؟ ادي حبه الرقبه يا جماعه اهي، وادي الكم الكلوش، وادي الجيبه اللي فيها كسرات كتير قوي. شايفه الفستان نفس الصوره ونفس الشكل ونفس كل حاجه. اهم حاجه بس اللايك الجميل والتعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اكبر جمهور في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض بفستان سواريه بطريقه سهله وبسيطه قوي قوي ومن غير صفر. يلا بينا نبدا، وهنبدا اول تعديلات الفستان. طبعا البطرون الاساسي هتلاقيه في الفيديو اللي قبل ده، وكمان هتلاقيه في صندوق الوصف تحت. يلا بينا نبدا. اول تعديل معانا هو تقسيم الوسط، لان انا مش مقسمه الوسط. تقسيمه هيبقى على 8 سنتي، تمام كده؟ الوسط بتاعنا 8 سنتي. وبعدين هنيجي من هنا ونروح نازلين عشان خاطر نظبط البطرون بتاعنا بالشكل ده. البطرون بتاعنا تمام. طب ناقص بقى حاجه تانية، ايه هي بقى؟ نبدا في تعديلات الفستان نفسه. اول تعديل كده هنيجي من عند الكتف من فوق، وهنبدا نفصل ناخد منه كده، يعني نخلي الكتف بتاعنا يبقى 4 سنتي بس، وناخد منه 2 سنتي. طب هنعمل ايه بال2 سنتي دول يا مريم؟ دول هيبقوا مكان حرده الرقبه بتاعتنا الجديده، بس الفرق ان هي تبقى نفس الطول نفس كل حاجه. شايفه ازاي اهي بالشكل ده؟ وبعدين هنيجي بردك للخلف ونروح عاملين بالشكل ده. شايفه ازاي؟ طيب وبعدين هنبدا ان احنا نقص. يلا بينا بقى نقص بالشكل الجميل ده، واحده واحده وبطريقه بسيطه اهي. وبعدين هنيجي من هنا عند حرده الجيرو اهي، تمام كده اهي، واحده واحده. وبعدين هناخد حرده الرقبه الخلفيه ثم الاماميه، تمام؟ حرده الرقبه الخلفيه ثم الاماميه اهي يا جماعه. طريقه سهله وبسيطه قوي اهي، شايفه ازاي؟ طيب بعد كده هنعمل كم كلوش. هوريكي بس الاول هدخل اقفل الامام مع الخلف عشان هو مفيش اي تعديلات تانية. بصوا يا جماعه حرده الرقبه وسعتها ازاي، عشان بس اوريها لك قبل ما اقفلها اهي. وهدخل الامام مع الخلف كده، وهنبدا نقفل الكتف على الكتف من فوق، وهنيجي من فوق الاول ونظبط اهي. حط دبابيس. بصوا يا جماعه دلوقتي انا قفلت اهو البطرون كله من فوق، تمام كده. ناقص بقى حاجتين. اول حاجه الجيبه فيها كسرات كتير قوي اهي، فيها كسرات كتير، لا كتير قوي فعلا، اللي هي ممكن تكون كسرات رفيعه. وبعدين ايه، كتروها يعني، خلوها تبقى رفيعه قوي، مثلا تبقى مثلا ايه 2 سنتي 2 سنتي او 1 سنتي مثلا، اقل من كده كمان، لو حاجه بسيطه، فاهماني؟ كسرات بسيطه قوي، شايفه ازاي؟ هنبدا نعملها، لان هي لو بصيتي في الفستان او بصيتي في صوره الفستان هتلاقيها صوره بلا عدد، يعني كسرات بلا عدد. فده اللي انا هعمله، واحده واحده بس هبدا ان انا اعمل الكسرات موجوده معايا بنفس الشكل. هنعمل كل الكميه اللي معانا دي كسرات، ما نسيبش حته فاضيه، لان الصوره طبعا اللي بتقول كده. اي ثانيه واحده. وفي بردك حاجه مهمه يا جماعه، اي تصميم شايفه ان هو صعب، بصي الاول على خطوطه رايحه فين وجايه منين، والقصات الموجوده فيه اتقصى كم مره، اتقصى بطرون فاضي كده لوحده، ولا اتقصى، ولا جوه البطرون اتقصت مرتين ثلاثه، يعني في قصه برنسس، في قصه فيها بنسه، وفي ايه الخياطه الموجوده فيه. لو بصيتي على الخيوط، الخيط اللي انت شايفه موجود في التصميم او البلوزه او الفستان، صدقيني هتعرفي تعملي التصميم نفسه، ان هيبقى سهل قوي عليكي ساعتها، ومش هيبقى محتاج منك اي حاجه خالص، تمام كده. ثانيه واحده بس، ناقص بس دي، ودي هكبرها شويه عشان تاكل معايا المسافه دي كلها، تمام كده. ثانيه واحده اهي، عشان تاكل بس معايا المسافه دي كلها زي ما قلت لك اهي. وبعدين هبدا اجيب بقى الفستان بتاعي ده واحطه كده اهو، وهبدا ان انا اقفله من هنا. شايفه ازاي؟ هبدا ان انا اقفله كده. ثانيه واحده، طبعا اقفله في الامام بس عشان اوريهولك انا اهو اهو. ثانيه نحط دبابيس. بصوا يا جماعه دلوقتي ادي الشكل الفستان بعد ما قفلته، تمام كده. ناقص بقى حاجه تانية مهمه قوي، ايه هي الحاجه دي؟ الكم الكلوش، تمام كده. فاحنا هنعمل الكم الكلوش
المره دي هنعمله من غير كشكشه، والمره الجايه هنعمله بكشكشه. ثانيه واحده، هبدا اجيب كده الكم وهبدا اتني كده تمام كده، وهتنيه مره بالشكل اللي انت شايفاه ده، وارجع اتنيه مره كمان عشان اوريهولك. ارجع اتنيه كده مره تانية اهو تمام بالشكل ده اهو. بالنسبه بقى للكتف بتاعنا، الكتف هيتركب فين؟ الكم لما نيجي نحطه الكتف هيبقى كده تمام كده. ادي البلوزه بتاعتنا اهي يا جماعه، حطيناها على الورقه بعد ما تنتها، وهنبدا نحط العلامات بتاعتنا اللي تخلي لي ده كم كلوش. ادي اول علامه وادي تاني علامه بالشكل ده، شايفه ازاي؟ طيب وبعدين هنبدا نجيب القطعه دي كده، وهبدا ان انا اجيبها كده لورا شويه، بس هجيبها بنفس المستوى بتاعها، المستوى بتاعها هيبقى 8 سنتي تمام كده. وهبدا انزل بقى ايه 8 سنتي لحد ما اوصل لحد الناحيه التانية، بحيث ان انا اكملها بيها تمام كده اهي. بصي ازاي، حتى لو بقت قليله المهم بس عندي ان هي تطلع حارده كامله، ما تبقاش ناقصه تمام كده اهي. شايفه ازاي طلعت معايا حارده كامله ما بقاش ناقصه. طيب وبعدين هبدا ان انا اوصل كده بقى النقط بتاعتي دي اهي كده، وبعد كده هقيس طول الكم اللي انا عايزاه. طول الكم مثلا لو من هنا اهو، بصوا تعالوا نقيسه، فهيبقى بالظبط 13 سنتي. فانا هاجي ازود بقى هنا، اشوف هزود عليه قد ايه. 13 دي زودت عليه 5 فهيبقى 18 سنتي، وهبدا امشي كده بال 18. ادي ال 18 وادي ال 18، وهفضل مستمره على ده الحال لحد ايه ما اخلص الطول بتاعي لحد اخر قطعه فيه تمام. 18 18 اهي 18 اخر حاجه تمام. وبعدين هوصل النقط دي ببعضها اهي، شايفه ازاي؟ وبعدين هوصل بقى القطعه دي هنا اهي، وبعدين هقص ثانية واحدة بنفس الطريقة دي ونفس الصورة دي. دلوقتي انا بقص، بصوا يا جماعة طريقة سهلة قوي قوي اهي، شايفة ازاي؟ طيب دلوقتي بقى هبدأ اركب الكم واوريهولك. بصوا يا جماعة ده شكل الفستان خالص لما عملته، بصوا بطريقة سهلة وبسيطة قوي، شايفة ازاي؟ ادي حردة الرقبة يا جماعة اهي، وادي الكم الكلوش، وادي الجيبة اللي فيها كسرات كتير قوي اهي. شايفة الفستان نفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. اهم حاجة بس اللايك الجميل والتعليق لك، والاشتراك في القناة، وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، مع التحية التعليم الخيط عمري محمد، يا رب يكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتك. كل سنة وانتم طيبين.